نيجي للمسألة اللي بعديها، ماشي، هنجزئها. هنجزئها، هنعتبر الحد الأولاني هو س زائد واحد، والحد التاني هو س تربيع. هيبقى كده عبارة عن واحد زائد س ناقص س تربيع الكل أس 9، هيبقى عبارة عن واحد زائد س الكل أس 9 زائد 9 قاف واحد في واحد زائد س الكل أس 8 س في س ناقص س تربيع. في سالب س الكل تربيع أس 1 زائد نو 9 قاف 2 في س زائد 1 الكل أس 7 في سالب س الكل أس اتنين تربيع الكل الكل أس تربيع 2. أس 4. معايا كده؟ زائد 9 قاف 3 في س زائد 1 الكل أس كام؟ 6 في س أس 2 الكل أس 3. وهكذا بنعمل الحكاية دي. ندور بقى على لا 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 حواصل لا، ضرب، حواصل ضرب اللي تجيب لي س أس 10. ماشي. لا، أنا عندي هنا س تربيع، مين اللي يجيب لي س أس 10؟ آخر حد اللي هو س أس س 8. أس 8. يبقى معنى كده إن أنا هفك له القوس ده، هيبقى أول حد عندي 9 قاف 1 في المفكوك ده اللي هو س هيبقى عبارة عن 8 قاف 8 س أس 8. س أس 8 في س تربيع. يبقى ده أول حد بيجيب اللي هو س أس س 10. أس 10. طيب نيجي هنا، س أس 10 هنا دول آخر حاجة فيها س أس 7، يبقى س أس 6 اللي موجودة. يبقى هاجي أقول له هنا 9 قاف 2 في 7 قاف 6 ستة. س أس 6 في س أس 4. بس خلي بالك دي التربيع هيلغي الإشارة، هنا التربيع مش هيلغي الإشارة، يعني هنا في سالب. معايا يا أستاذي؟ لا تمام كده، معاه كده س أنت أس 10 بتحاول تجيب اللي هو معاهم يجيب س أس 10. 10 هنا ومعاهم س أس 10 هنا. هنا دي س أس 5، يبقى لازم تجيب من هنا س أس 5. يبقى هتيجي تقول له زائد س أس 6، لا هجيب س أس 4. دي س أس 6، هجيب س أس 4، بس برضه هنا الإشارة مش هتتلغي. هيبقى سالب 9 قاف 3 في س أس، أولا في قاف 6 4 س أس 4 في س أس 6. وهكذا هو هيجمع كده. بس السؤال ده ما يجيش في الامتحان لا، يعني، ما هو لان انا السؤال ما يجيش في الامتحان، بس لا احنا بس بنقول له احنا قلنا قبل طريقة كده الحل ازاي يعني. يعني. بعد كده بتاخد انت المعاملات، ما بتاخدش س أس 10، لا خلاص كده تاخد بجمع انت معاملات، المعاملات، هو يعني بتيجي تقول بيجمعها له خلاص كده يا استاذ سالب خالد. 9 الو، قاف ايوه 1. ماشي يا استاذ خالد، خلاص كده كفايه، هو كمل يا فندم. ايوه الو الو، الو ايوه، انا عصام من كف الشاي. ايوه يا عصام، المسألة انت حلتها غلط وهي قدام الصح عليه. مسألة ايه؟ المسألة اللي انتوا بتقولها بتاعت واحد زائد س ناقص س تربيع لكل 9. ما احنا حلينا صح يا حبيبي. لا، انهي مسألة بتاعت ذات الحدين؟ مسألة ايه؟ ما هي محلولة قدامي في الكتاب صح. هي دي مسألة ايه؟ قول المسألة بتقول ايه؟ ما تقول المسألة، أسمعني المسألة. طيب أوجد معامل س س أس 10. طيب ما هو فك لك أهو، كاتب لك إن هنا قسمتها إلى جزئين، اللي هي عندك واحد زائد س ناقص س تربيع الكل أس 9. خلاص؟ إحنا نخلي الواحد لوحده. أنت حافظ المسألة يا بابا، المسألة لا لا بتتحل لا، بكذا طريقة. ما هي أنت كذا حافظ طريقة، يا بابا المسألة. إحنا بنجمع معاملات زي ما هو شافها إحنا الأستاذ بنحلها خالد. بطريقة تانية يا بابا. لا هي محلولة صح عندي. طب ما هي كده الحل ده هو هيطلع نفس النتيجة يا، ما هو احنا برضو محلولة صح عندنا برضو. جرب فلا الحل التاني كده، جرب فلا الحل ده كده، فك انت بس خلاص السين انا عبارة عن هتجي واحد زائد سين الكتاب وسين تربيع. اسهل لك يعني، اسهل لك. انا ذكر انا من الكتاب، انتوا بتعرفوش تحلوا. طب كتر خيرك. ماشي ماشي. ده جنبه مدرس بيحل معاه. ماشي في مساء، في ايام المراجعه المفروض ان مابقاش فيه مسائل بتخش علينا احنا لا طول السنه. المسألة احنا اصل طول مسائل زي كده مش هتحل كمان، اصل دي ما تجيش امتحان الامتحان. حتى لو كده كده ما احنا حليناها. هو ايوه، لا انت حلتها له بطريقه سهله. ماشي يا استاذ هو هو كمل. معاه مساله. طب انت معاك المساله ومحلوله، بتسال ليه؟ لا هم قاعدين جنب بعض مجموعه. ماشي.